قصة يعني تعلمنا كيف كان العلماء. كان الملك فؤاد ملك مصر يحتفل بأول مصري يحصل على درجة الدكتوراه من السوربون ويعود، وكان هذا الطالب هو طه حسين. فالملك يعني عنده فخر أنه ولد كفيف وكان أزهري وراح السوربون وفرنسا وتفوق على بقية أقرانه، فجاء به يوم الجمعة للاحتفال في الجامع الأزهر. كان الملك فؤاد له شيخ يمشي معاه باستمرار يخطب له الجمعة، إذا كان الملك موجود فلان ده اللي يخطب. فالشيخ محمود شاكر تنحى عن المنبر وخلى الشيخ اللي مع الملك تفضل. ماذا قال الشيخ فوق المنبر؟ نظر إلى الملك وقال: ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. انتهت الصلاة وأسرعت حاشية الملك بإخراجه. وقف الشيخ محمود في المكبرات يقول: أيها الناس أعيدوا صلاتكم، إن إمامكم قد كفر. لأنه تعريض لرسول الله، يعني الله يقول لرسوله إيه لما شاف ابن أبو مكتوم؟ ها، عبس وتولى. التاني بيقول له إيه؟ ما عبس وما تولى. حاول الشيخ يلحق بالملك، الملك راح على القصر، ذهب إليه وصمم على مقابلته وقابله وقال له: أعد صلاتك، إن إمامك قد كفر. يقول ولده الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع: رأيت رجلا على باب الجامع الأزهر مهلهل الثياب يأخذ عزكم الله نعال الناس يضعها في أماكنها ويأخذ يعني مليمات وحاجة زهيدة نظير هذا العمل، فطالعه في وجهه رآه هذا الشيخ الذي كان على المنبر. لأن إلا يعني الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في الكلمات وفي النظرات وفي الوقفات، حتى إننا تعلمنا من علمائنا العالم تعرفه بكلامه وتعرفه بصمته، إذا صمت العالم تتعلم منه. ويقال أن أحد العلماء الكبار رفض أن يزور أخا له في الله من أهل العلم، محمد بن المنكدر. ليه مش عايز يزوره؟ لأنه قال مرة عن أمير المؤمنين: يا مهدي. هو اسم الرجل المهدي، أمير المؤمنين المهدي، فكيف أنت تقول عليه المهدي؟ فماذا قال الرجل؟ قال: كلنا ولدنا في المهد. زي مثلا ايه، واحد مولود في الكويت اسمه ايه؟ علم النسب، ها، كويتي. طب واحد يعني واحد ولد في الشام يبقى ايه؟ شامي. في المغرب مغربي، ها، في بلاد العرب عربية، وهكذا. سبحان الله، فده اسمه ايه؟ النسب. فهو عشان يعرض بالمسألة قال انه مهدي من ايه؟ ولد في المهد، عشان يبقى دقيق الايه؟ دقيق التعبير ولا يكون خائنا لله يوم القيامة. يا الله، قصة عجيبة ربما ذكرنا لكم بالأمس، قصة الشيخ محمود شاكر الشيخ الأزهر رحمة الله عليه في الثلاثينات. ذكرتهاش؟ انتوا عايزين قصص ولا ايه؟ خلينا الشيخ رحمة الله عليه في المجلس، دخل ثلاثة من عدية القوم يتعاملون بالربا، فأول ما جلسوا الشيخ جه عند واحد مسكين قاعد في الجلسة لا يعرف يعني ايه ربا ولا ايه مصرف ولا ايه بنك ولا يملك من حطام الدنيا شيء، هو لو بيع كله كده ما يجي شيء. الشيخ ركز عليه قل له: يا ولدي الربا حرام، اتق الله، الربا يمنع البركة، الربا. الشاب يتصبب عرقا، قال: لا الربا ايه وانا يعني الشيخ بيتكلم عن ايه؟ غادر القوم الثلاثة المكان، فربت الشيخ على الشاب وقال: يا ولدي كنت اؤدب بك غيرك، انت بس كنت ايه؟ زي انت كده يعني لما تحب تهزر شوية مداعبات الزوجة بس الثقيلة شوية، لما يكون عندك بنت كده ومش فرحة في التعليم، واخد بالك انت؟ والله البنت دي مش عارف غبية كده، طلع لاخوالها ولا لخالتها ولا لا اله الا الله، سبحان الله،
ترد انت عليك بقى الولد طالع عصب لمين يعني المين يعني العم واعمام وهكذا ندخل في دوامه الايه تخليص الحقوق عن طريق الاطفال ودي طبعا ليست ايه ليست بالزوجيه الصالحه